وفيات غامضة لمقربين من بوتين. ليونيد شولمان الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم عثر على جثته في حمام كوخه في سان بطرسبرغ وبجانبها رسالة انتحار. ألكسندر تيولياكوف المدير المالي لشركة غاز بروم وجد مشنوقا في مرآبه قرب سان بطرسبرغ. الملياردير الروسي فاسيلي ميلينكوف اتهم بقتل زوجته وطفليه ثم انتحر بشقته في نوفغرود. فلاديسلاف أفاييف نائب الرئيس السابق لشركة غاز بروم بانك عثر على جثث أفاييف وزوجته وابنته وعليها آثار رصاص. الملياردير الروسي سيرغي بروتوسيني وجد معلقا على شجرة فيما زوجته وابنته مقتولتان طعنا. أناتولي جيراشينكو خبير وعالم روسي بارز في مجال الطيران. الرواية سقط من درج لم يتم تثبيت أجزائه بموقع بناء.